يعني وش بتريد من أخ فاقد أخ عزيز عليه؟ ما يريد مني أكثر. أرجوك أرجوك أخي وصديقي وعزيز علي دائما وأبدا، لكن أتمنى له الرحمة والغفران، وإن الله يحط فيه الأخ عبد الله صاحب الجلالة البركة، وإخوانه ورجال الأردن وشعب الأردن. والأردن عزيز علينا أول والآن أعز أكثر وأكثر، ولا نقول إلا الحمد لله رب العالمين. هذا قضاء وقدر، وعلى الجميع نتمنى الصبر والسلوان للشعب الأردني وللعائلة الأردنية، كبيرهم وصغيرهم، ونحن واثقون من صاحب الجلالة الأخ عبد الله وإخوانه ورجالات الأردن وشعب الأردن إنهم يحافظوا على هالكيان اللي أسس، وإن شاء الله نحن واثقون من ما نقول. هذا ما نقول. سمو الأمير عبد الله، كان لكم لقاء طيب مع جلالة الملك رحمة الله عليه في واشنطن، وكانت هذه المشاعر الفياضة، وكانت رسالتكم بأننا سنكون معكم يا أردن ويا حسين في عسر الأيام ويسرها، واليوم تزورون في مناسبة فقدان أخ. كيف نرى مستقبل العلاقة بين الأردن والسعودية؟ والله العلاقة مثل ما قلت أول متينة، والآن إن شاء الله بتكون أمتن وأمتن، لأن الأردن ومليك الأردن وأهل الأردن ورجالات الأردن عزيزين علينا، ولا يمكن نحن نفرط في الأردن مهما كان، ونفدي الأردن بالأرواح.